عظماء تحت بهرق سيدي، رددوا سمعا وطاعة، وحدوا شبه الجزيرة، وانقشوا عادة وسيرة لجل عز ديارهم، بايعوا عبد العزيز. انتبه معي الكاميرا عم حسين. 1 2 3 تمام يا عم حسين؟ تمام تمام. الله يرضى عليك يا عبد الستار. وقبل نهاية الأسبوع الصور تكون جاهزة مثل ما اتفقنا. بإذن الله يا عم حسين. تفضل. إن شاء الله. تبارك الله. جميل. بارك الله فيك. آمين يا رب. وبالنسبة للصور الثانية لا تنسى ترسل نسخ منها للمطبعة الشرقية اللي في جدة مع البريد. راني خلصت الكتاب وجاهز. أبشر يا عم حسين. بارك الله فيك. وكمان صورتي تحطها في برواز خشب من النوع الطيب. ما وصيك. أبشر يا عم حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جلالة الملك، أتشرف اليوم بأن أهدي لكم كتابي وألتمس من جلالتكم التكرم بقبوله هدية. إن الذي دعاني يا جلالة الملك إلى إهدائه لكم أن الله تعالى قد خصكم بخدمة الحرمين الشريفين، وجعلكم حامين حما بلده الأمين ومدينة نبيه سيد المرسلين، فقد حميتموهما من تعدي المعتدين، وقطعتم دابر المفسدين، ونظمتم الدوائر، وأمنتم السبل، وأصلحتم الطرق، حتى أصبحت وفود بيت الله الحرام يؤدون مناسكهم في أمان واطمئنان. صبحتها والخير في أسمائها، مسيتها والنور ملء سمائها، حييتها بجلالها وكمالها وبميمها وبكافها وبهائها، وغمرت نفسي في أقاصي ليلها فخرجت مبتلا بفيض بهائها. في رحاب مكة المكرمة عام 1299 من الهجرة ولد مؤرخ الحرمين الشريفين ونشأ في أطهر بقاعها. تعلم في كتاتيبها البسيطة، ثم انتقل مع والده إلى الطائف، وهناك درس في باحة مسجد الهادي، قرأ على يد الشيخ يوسف اليماني علوم الفقه والتفسير. ولأن الحياة بين حل وارتحال، غادر صفوف المدرسة مبكراً لفترة قصيرة، وتوقف عن التعليم بعد وفاة والده ليعمل في التجارة ويعول نفسه وأسرته. إنه الابن البار، ابن مكة المكرمة، حسين بن عبد الله بن محمد بن سالم باسلامة. درس حسين باسلامة على يد العلامة محمد شعيب المغربي، وذلك في علم الحديث والفقه عام 1322 للهجرة. أما الحديث والتراجم فقد درسها على يد الشيخ محمد هاشم الفلاتة، وذلك في ذات العام. في تلك الفترة كان ملازما لمحمد عبيد الله فندي، الذي كان عالما بالجغرافيا والتاريخ، وتعلم منه الحساب ومبادئ الفلك والسياسة إضافة إلى الاجتماع، واستمر ملازما له 3 سنين حتى العام 1323 للهجرة. طلب العلا والعلم، سهر الليالي وجال الآفاق. من مكة
إلى مصر وسوريا وسائر الأقطار. كان باسلامة كثير الترحال والتزود بالعلوم والمعارف. في مواسم الحج والعمرة يتطلع للقاء الفقهاء والعلماء والأدباء، ينهل من علمهم، يحاورهم ويناظرهم في العديد من المسائل. لفت الأنظار إليه فعرفه العديد من رؤساء الصحف والمجلات الذين منحوه مساحات شاسعة للكتابة والتأريخ، وكان سخياً بمؤلفاته التاريخية والأدبية حتى لقب مؤرخ الحرمين الشريفين. الملك عبد العزيز أدرك أن شخصية حسين باسلامة كانت شخصية غير عادية واستثنائية، وأنها تتمتع بمقومات رجل دولة، فجمع بين العلم والسياسة، لذلك اختاره الملك عبد العزيز عضواً لوضع النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية 1344، وهذا لم يكن بالعمل الهين. فبعد أن أمر بتكوين هيئة تأسيسية مكونة من 8 أشخاص، وخلال 7 أشهر من تكوينها تم وضع التعليمات الأساسية للحكم في البلاد السعودية، وصدرت موافقة الملك عليها تقريبا في صفر من عام 1345. كان حسين باسلامة من ضمن أعضاء مجلس الشورى الذين رفعوا للملك عبد العزيز يلتمسون منه وضع نظام للحكم ووراثة العرش، ثم انتخب عضوا في المجلس التشكيلي الذي شكل في مدينة جدة، وذلك لترتيب الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية، ثم انتخب عضوا في مجلس الشورى وذلك في أول دورة له في العام 1345 للهجرة، كما عين في لجنة الحج في بداية تأسيسها، وعضوا في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في بداية تأسيسها كذلك، وانتخب لبعض المجالس حيث انتخب المرة الثانية كعضو في لجنة الحج في العام 1349. شهد العام 1354 للهجرة انتخابه كعضو في هيئة المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين. تمتزج صفرة الذهب بسواد الحرير لتحاك أجل وأثمن كسوة لكعبة البيت العتيق، وعلى سطور التاريخ يمتزج سواد المحبرة بنقاء الذاكرة لتنقش الأحرف وتخلد الأحداث. كان أبرزها تطور توسعة وخدمة البيت الحرام على يد الملك عبد العزيز، فدونها باسلامة في كتابه تاريخ الكعبة المعظمة، والذي أهداه للملك والوطن حين كتب: لقد تأسس في عهدكم دار معمل الكسوة بأم القرى، وكسوتم الكعبة المعظمة بأحسن منوال وأبدع تطريز، وعملتم المظلات بالمسجد الحرام وقاية لوفود بيت الله الحرام، وكنتم أول من رصف شارع المسعى بالحجر الصوان، وأتيتم بأعظم ساعة ضخمة منبهة للمسجد الحرام لم يأتي بمثلها أحد قبلكم أو بما يضاهيها. يعد كتاب تاريخ عمارة المسجد الحرام هو أشهر مؤلفات الشيخ حسين باسلامة، الذي صدر في العام 1354 للهجرة في طبعته الأولى، وهو كتاب فريد من نوعه، وذلك لأنه أول الكتب التي تتحدث عن تاريخ عمارة المسجد الحرام ووصفه وصفة المسجد الحرام والزيادات التي حدثت للمسجد على مر العصور، إضافة إلى أبرز التطورات في المسجد الحرام، وهو الكتاب الأول من نوعه الذي يتحدث عن صفة المسجد الحرام قبل الإسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، إضافة إلى العهود الإسلامية الأمويين ثم العباسيين وصولا إلى العهد السعودي الميمون. ويدرس هذا الكتاب التحديثات التي طرأت على المسجد الحرام في كل فترة زمنية، ومقدار ما أنفق فيها، ومقدار ما أنفق على كل توسعة، وغيرها من التوصيفات التي ضمنها كتابه. ومن أشهر ما كتب باسلامة أيضاً تاريخ الكعبة المعظمة من خلق السماوات والأرض وحتى العصر الحالي، سواء عمارتها أو كسوتها أو سدانتها، وهو كتاب طبعاً مكمل لكتاب تاريخ عمارة المسجد الحرام، تحدث فيه عن الكعبة وعن روايات بناء الكعبة وأطوارها التاريخية وكسوتها وتطورها عبر العصور. رجال عبد العزيز رافقوه في ساحات المعارك، ساندوه في ترسية دعائم الحكم، صدقوه في الشورى وعاهدوه على العدل والتقوى،
محط ثقته وقربه، ومنهم الشيخ باسلامة، كان ذاكرة وعدسة التقطت تفاصيل النهضة وخلدها لأجيال قادمة. من أبرز المواقف التي جمعت بين الملك عبدالعزيز وحسين باسلامة أن الملك عبدالعزيز حينما أراد أن يكافئ بعض رجاله فجمع بعض العلماء والكتاب في مجلسه وعرض عليهم أن يكافئهم، فطلب من كل شخص أن يقول رغبته التي يرغبها، فأغلب الموجودين طلب مطالب عينية من مال وغيره، لكن حسين باسلامة لأنه مهموم بالعلم وطلب العلم والتأليف طلب من الملك عبدالعزيز حينما وجه له السؤال أن يطبع الكتب التي ألفها في تلك الفترة، فحقق الملك عبدالعزيز رغبته وطبعت مؤلفات حسين باسلامة على نفقة الملك عبدالعزيز. كتاب الجوهر اللماع، شرح مسند الشافعي، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، مؤلفات عديدة أثرى بها باسلام المكتبة العربية. لم يكتف بتأريخ الحرمين الشريفين، بل ظل كريما بكتاباته في شتى المجالات، فألف كتاب الإسلام في أعلام الغرب ليشتمل على ما قاله الأعلام الأوروبيون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم والتشريع الإسلامي وعمران الإسلام. لا شك أن وفاة هذا القائد العظيم لها أثر كبير وبالغ في نفوس جميع المسلمين وفي نفوس السعوديين، فما بالنا برجاله الأوفياء الذين عاصروه ولازموه فترة طويلة، لأن هذا الأمر لم يكن مثبط أو مهبط لعزيمتهم، بالعكس كان له دور كبير في جعل هؤلاء الرجال يحاولون أن يحافظون على المقدرات التي قاموا بها مع الملك عبد العزيز ويحافظون على هذا الإنجاز العظيم، وذلك باستكمالهم لمسيرة بناء الدولة مع أبنائه الكرام الملوك الذين تولوا الحكم بعد ذلك والذين نهضوا بالبلاد لتكون ولا شك في مصاف الدول العالم الكبرى والذي نعيشه الآن في السعودية. المؤرخون ذاكرة الوطن، والتاريخ لا يشيخ أو يموت، يدون على جبينه أولئك الأوفياء الذين حفظوه نقشوه ورثوه وورثوه لمن بعدهم. بعد 6 عقود ثمينة توفي باسلامة في عام 1359 من الهجرة. جمع بين جنبات مؤلفاته كنوزاً لا تقدر بثمن ولن يمحوها الزمن، وكتبه التاريخ في صفحاته الشاهدة أن مؤرخ الحرمين الشريفين حسين بن عبد الله باسلامة أحسن للوطن وأحسن الوطن إليه يوم خلده مع رجال عبد العزيز.